كنت فين يا ولد؟ ها؟ ده آخر مرة إلا بالعصاية على أم رأسك هدغدغها، كنت فين يا ولد؟ كنت ببيروت. تعمل إيه ببيروت؟ بذاكر مع واحد صاحبي. يا سلام، ما تعرفش تذاكر إلا في ما وراء أعالي البحار؟ ما عنديش كتاب جغرافيا. الكتاب بتاع الوزارة ما بفهمش منه حاجة. أبويا مش عايز يديني ربع جنيه أشتري كتاب. أعمل إيه؟ قصط. لا العفو، أصلك هتنجح، يبقى تعالى اعملني في تربتي لو نجحت ولا لو شميت النجاح ده. إيه؟ قصط؟ لا ينجح، فاهم إنه هينجح يعني. لا 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 يا حبيبي لا. ليه مصط؟ لا يا اخويا ما تنيل على عين امي وسط. لا يا عينيا. هتنفعني انت لما اسط؟ لا يا حبيبي. هتخش الجامعه بدالي لما اسط؟ لا يا نور عينيا، ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت. اديك قلت اهو بعضمه لسانك.